أكد النائب أحمد سمير عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ على ضرورة أن تستهدف الدولة زيادة الإيرادات من مختلف القطاعات. أوضح سمير أن زيادة إيرادات الدولة سيسهم في توفير العملة الصعبة اللازمة للاقتصاد. الدولة النهاردة يجب أن تستهدف الحصول على العائد النقدي من الاستثمار، من الصناعة، من السياحة، من قناة السويس، تحويلات المصريين في الخارج، كل هذه مصادر للعملة الصعبة. زيادة حصيلتنا وإيراداتنا منها يقلل الاعتماد على الاقتراض، خاصة الاقتراض الخارجي، لأن الاقتراض الخارجي يثقل جبهة الدولة المصرية والأجيال المستقبلية، وبالتالي ما يتم طرحه هو وضع سقف لهذه المديونية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، لتكون نسبة محددة منه لا تزيد عنه الدولة المصرية، وتسعى كافة الجهات في الدولة المصرية إلى زيادة الإيرادات وزيادة الحصيلة الإيرادية من الدولار بعيدا عن الاقتراض، حتى لا نثقل أعباء الأجيال القادمة.